تفاصيل هذا الهجوم وتوابعه حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني حتى هذه اللحظة المعلومات التي تتوفر تشير إلى استهداف قاعدة فيكتوريا التي هي جانب أو تقع فيها الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي، والذي تتواجد فيه قوات أمريكية، بهجوم نفذ بطائرة مسيرة قبل حوالي ساعة من الآن. هذا الهجوم لا تعلم حتى هذه اللحظة الخسائر التي خلفها، سواء كانت بالأرواح أو في المعدات في هذا الجانب، لكن صافرات الإنذار كانت يمكن سماعها بشكل واضح في المناطق القريبة من مطار بغداد الدولي، وكذلك أيضا سماع صوت سيارات الإسعاف في محيط المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، أيضا صوته كان واضحا بشكل كبير. هذا الهجوم ربما يعلن عودة هذه الهجمات بالطائرات المسيرة أو بصواريخ الكاتيوشا، التي انقطعت منذ فترة ليست بالقليلة عن مختلف المناطق العراقية، خصوصا في بغداد وفي المناطق الغربية العراق. وطبعا كان هنالك توقعات بان تعود مثل هكذا هجمات، خصوصا بعد حادث الاغتيال الذي تعرض له ضابط برتبه عقيد في طهران قبل يومين. ويعتبر العراق او سيكون العراق المنطقه التي ربما تكون ساحه تصفيه الحسابات مره اخرى بين كل من طهران وواشنطن. نعم، يعني الانباء تقول حتى الان انه يعني لم يعرف اذا ما كان هناك اصابات او خسائر لهذا الهجوم ام لا. نعم، باعتبار أن هذه الساعات هي ساعات متأخرة في ليل بغداد، وبالتالي ربما يكون نوعا ما من الصعب على خلية الإعلام الأمني أن تصدر بيانا توضح فيه طبيعة هذا الهجوم، لكن بطبيعة الحال سوف تكون هنالك بيانات أو بيان واضح من خلية الإعلام الأمني خلال الساعات المقبلة بعد جمع المعلومات وتحليلها، وبالتالي إصدار بيان يوضح طبيعة هذا الهجوم.